باقي 10 صفر. شلونك عبد العزيز؟ كنت سمعت لك عمل قبل شوي ولا؟ شلونك طيب ان شاء الله؟ تمام. اذا طلعت اليوم اتوقع ما تفرق معك صح؟ ليه ما تفرق معي؟ وش اني لانك اذا طلعت اليوم راح ترجع بعد يومين. ما هو مهم، المهم النهايه عندي. صح ولا لا؟ لا والله بتفرق. طيب شوف يا عبد العزيز، الموضوع خطير في القريه. الله يسلمك. طيب الموضوع خطير. صوتك طالع من كبرات صوتي يا احمد. هذا الكاميرا عبد العزيز الزايد منيب حبيبي، صوت المكبرات الزملاء عندك طالع على المكبرات. ركز معي، اذا طلعت اليوم يومين راح ترجع. تمام، يعني المفروض تكون عادي وضع اريحي. لا والله. ليه؟ لاني انا ابغى النهايه. تبغى النهايات. طيب مو مشكله، يلا يا رب انك توصل للنهايات يا رب. الحمد لله على كل حال، سواء طلعت ولا دخلت انت الحمد لله. بس انا اكتشفت انكم قاعدين تسوون لعبه انت واخوك. نعم. يعني اذا اخوك رشيد لازم تدخل بداله، اذا يعني في لخبطه تقول انت عبد العزيز. لا. انت عبد الرحمن. صدق الكلام؟ لا. طيب تقول على المشاهدين. لا. وعلى المتسابقين. لا حشام. ايه شوف. لا مستحيل. المسابقة واللعبه اللي انت فيها هذه ما فيها يوم مرحميني. لا هذه ذم. ايه تمام؟ ايه. لازم تكون حريص على رصيدك. ان شاء الله يا رب توصل. برد؟ لا اتوقع انك تدفع، تدري ليش؟ ناظر كاميرا نتيجتك فيها المسابقة وفي اخر حلقات النمونية. يا عبد العزيز اقول ولا ما اقول؟ عبد العزيز يا عبد العزيز نتيجتك يا ابو العز. طيب مسافة. ما لا شوف شوف شوف. ايه انت ابو انا علمني نتيجتي هناك. ما 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 ريلاكس. تعال عبد العزيز. افهم لي امك، علمني تيستي بس. تعال عبد العزيز. انا مشري. تعال عبد السال. ما اشوف عينه فيه وانا بعيد، تبغى اجي وين؟ شوف اللي وراك. عبد العزيز تعال. تعال عبد العزيز امشي. معليش ترى القريه كلها ملغمه. امشي. تعال يا ابراهيم لا تقعد طقطق تكفى رجولك. تعال تعال تعال. تبي تعرف نتيجتك؟ ايه. عبد العزيز انت انت نمونيه.